ان اغلى نعمتين بتوفرن اي تي ان. عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل افراد العائلة. اي تي ان بتقدم لكم بطاقة اسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج كلاسيك، اسينشال وجولد. تغطية واسعة بتشمل لاول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية. مع اي تي ان صحتك بامان. 03-546-444-70-546-444. معي السيد عمر الأسعد من شركة اي تي ان للتأمين، وموضوعنا اليوم هو برنامج الحياة او لايف انشورنس. صباح الخير. صباح النور عمر. يعني كل مرة مواضيع مختلفة لشركة اي تي ان للتأمين. برنامج الحياة او لايف انشورنس، يعني طبعا الناس عندهم فكرة عامة عن هالموضوع، إنما بدنا نشوف بشو بيختلف برنامجكم عن باقي برامج الحياة. هلأ برنامج الحياة هو برنامج حلو لأنه غير عادة، غير عن Life Insurance بالمجمل. دائما بس تشتري Product Life Insurance بيكون على مدى طويل. نعم. يعني بتشتري على مدى 20-30 سنة، بتقصد فيه لمدة لهالمدة. نعم. هذا الحياة الحلو فيه إنه هو على 5 year term، يعني كل 5 سنين بتجدد. وعلى 5 سنين يعني دائما نحن بنعطي للمؤمن أفضلية إنه نحن نعطيك guaranteed إنه نحن مجدد لك، إنه ما إذا صار معه مرض بنقول له لا ما بدنا نجدد لك. لا، كل 5 سنين إذا هو قرر ما بده life insurance في وقفة، إذا بده يكمل معنا في بنجدد له 5 سنين جديدة. ولما يوقفها كيف بيصير التعامل بال يعني بالأموال؟ هلا هذه منا life insurance مثل الأسبكت العام. عام، لانه ما عم نمسك مبلغ معين عم نستثمر له اياه ونعطيه المبلغ هذا. كل شيء بيحطوا بريميومز بيدفعون، اذا بده يوقف بيروح عليه بهالحاله، لانه المبلغ المؤمن البريمي اقساط التامين هي ضئيله بالنسبه للعادة. نعم. هل في عمر معين للشخص يبلش ببرنامج الحياه؟ ويعني من أي عمر لأي عمر بيتراوح؟ هل على عمر كبير بتوقفه؟ هل على عمر صغير ما بتبلشوا؟ يعني أكيد هلأ العمر بتوين 18 سنة و 65 سنة، هيدا هو الماكسيموم، هو 65 سنة. يعني بس توصل على 65 سنة، لو عطينك عمدة 5 سنين، على 65 سنة دغري بتوقف البوليسي. يعني نحن دائما بنحكي إنه في تيرمز، حتى إذا كانت معمولة قبل بتوقف، حتى لو معمولة قبل. يعني نعطيك اكزامبل، اذا كان عمرك 62 سنة واشتريت البوليسة، هي عادة 5 سنين، بس هي اوتوماتيكلي بتوقف على 65. نعم. يعني بتضاين 3 سنين بنوقفها بوقتها، لانه بعد هالايج يعني بيصير عندك ريسك اعلى وموديل غير للانشورنس. التيبكال انشورنس بغطيك بهالناحيه، بس بعد ال 65. بس الفرق انه الاقساط التامين بتكون اعلى بكثير. يعني هون لما بنحكي باقساط التامين، يعني كل عمرك 18 سنه بتدفعي $25 بالشهر، هي بالنسبه عم تامني حياتك لمبلغ $150,000. نعم. هي مشي. نعم. عشان هيك الريستريكشنز عليها اكيد. ودائما حضرتكم يعني بتقدموا تسهيلات كثيره للاشخاص المشاركين المشتركين عندكم. عمر، هل مشاكل الصحيه بتاثر على تامين على الحياه؟ يعني هل اذا في شخص عنده شويه مشاكل صحيه او مرض معين ما بتعملوا له؟ نحن دائما ما بنرفض حدا، بس اكيد كل شيء بسعره. يعني في ثلاث اشياء بياثروا على سعر اللايف انشورنس. اول وحده هي العمر. وحسب عمرك بتدفع قصة التأمين. يعني إذا كنت صغيرة بعدك أكيد قصة التأمين بتكون أقل ما بتكون بعمر أكبر. تاني شيء هو حالتك المرضية. يعني إحنا عم نطلب تقرير طبي، بس أنت بتصرحي عن كل شيء عندك. يعني أكيد بس تكون معك مرض معين في عندك ريسك أعلى طبعاً. على هالأساس بنأمن أقساط التأمين بتتغير. نعم. وكمان على المهنة اللي بتشتغليها. المهنة بتأثر، لأنه بشو بتأثر؟ لأنه إذا كان فيها خطورة. أيوة، لأنه هذا الشيء عم تعملي أنت كل يوم. نعم. بتروحي على شغلك بترجع على بيتك. أنا إذا أنت كنت مديرة بنك بتعدي ورا مكتبك. نعم. ما في خطورة على حياتك. نعم. بس إذا كنت بتشتغلي بورشة عمل بتعمري بنايات، يمكن وقعتي، في خطورة أعلى. فهذه بناخذها بالحسبان بس نعمل الكالكوليشن لقصة التأمين، لأنه أكيد بس إنه هذا الشيء عم تعمليه كل يوم. يعني كل يوم عندك هالمجازفة
يصير شيء معك بالحياة. فعلشان هيك هالثلاث أشياء هالثلاث كريتيريا هن اللي بيأثروا على طبعا يعني على لازم تنتبهوا على هالموضوع لأنه أكيد رح يزيد عندكم التكلفة طبعا بحال حوادث مستمرة مزبوط من العمل أو من الصحة. هل برنامج الحياة بيغطي بس الوفاة عندكم أو ممكن يغطي عطل دايم مثلا؟ هلا نحن بهالبرنامج في عنا مقسمينه ثلاثة سكشنز. أول واحد هو الحياة لحاله بس بيأمنك على الحياة، يعني إذا لا سمح الله توفيتي بنغطيك من هالناحية، بكون نحن متفقين معك على مبلغ معين بيطلع لك، بس بيطلع له انت الشخص اللي انت موكلتي يطلع له المبلغ المؤمن. طيب اجباري انه هالشخص اللي عامل برنامج حياتي يكون هو محدد؟ هو محدد اكيد. هيدي شغله اجباريه، هيدي شغله اجباريه، مش بتروح للورثه مثلا. لا هيدي شغله اجباريه، وحتى هو بس عم بيعبي الطلب بده يحط بالطلب مين مستفيد من اذا في حاله الوفاه مين بيستفيد منه. نعم. يعني اذا اجى وريث عندك بعدين وقال لك انا وريثه للشخص، ما بيطلع له شيء لانه المؤمن محدد شخص معين يستفيد منه. نعم. فعشان هيك بس ارجع للسؤال انه عندك البرنامج الحياه لحاله وعندك الحياه مع حوادث شخصيه، يعني اذا صار معك حادث في تعويض، واذا كمان صار معك حادث و عطل دائم، يعني عطل دائم يعني بطل فيك تروح على الشغل بيطلع لك مبلغ تعويض، يعني انت حسب شو بتقدر. والحوادث عن اي حوادث عم نحكي؟ نحن عم نحكي حوادث شخصيه، يعني صار معك حادث ادى الى يعني بيقولوا temporary disability، يعني ما قدرت تروح على شغل لفتره محدده، نحن بنعوض لك هالفتره المحدده مثلا بمعاش شهري لحتى ترجعي توصلي على تباشر عملك. أيوة. من جديد. Exactly. وإذا صار كمان عطل دايم وتوقف الشغل كلياً. إذا توقف الشغل كلياً بيطلع لك مبلغ معين من المبلغ المؤمن. يعني إذا مثلاً إذا مؤمن على 150,000 دولار بيطلع لك مثلاً 40% بيطلع لك هالمبلغ. نعم. بس حتى كمان يعني بيطلع لك هالمبلغ بلس إذا صار في حالة وفاة بعدين. نعم. بيطلع لك المبلغ المؤمن عليه اساسا، يعني مثل هالاكزامبل هو 150. انما هيدي الاشياء كلها متفق عليها من قبل، يعني الشخص هو بيختار هل انا بدي غطي بس وفاه، هل انا بدي غطي بس عطل دايم ام عطل مؤقت، صحيح؟ وطبعا في مبالغ كمان بتتفقوا عليها من قبل، يعني هل كل هالاشياء بتكون واضحه لما بده ينعمل هالبوليسة التأمين على الحياة عمر؟ أيوة كل هالأشياء بتكون واضحة لأنه قبل ما يمضي على الخط نحن بكون متفقين معه على مبلغ معين. نحن عنا مبالغ محددة، مثلا إذا كان عمرك من 18 و37 I think بيطلع لك مبلغ 150,000، وكل ما تطلع بالعمر كل ما بيقل المبلغ لأنه الريسك بيطلع أعلى. نعم. بس نحن بكون متفقين قبل ومحددين الكونديشنز تبع البوليسي مع المؤمن ومنفسر له كل شيء قبل ما يشتري البوليسي ليعرف حاله، ونحن بنشرح له كمان حتى شو البنفيتس اللي بيطلع له من اذا اشتراها الحياة مع عطل دائم او حوادث شخصية، كل وحدة عندها كونديشنز تبعولها. نعم. وعلى هالاساس بنمشي. ولكن هل في سقف معين مادي؟ سقف معين مثل ما تفضلت وقلت لي انه بالعمر في محل معين بيتوقف. مزبوط. هل ماديا في سقف معين بتتوقف فيه البوليسه؟ في مثل ما قلت سقف على الاعمار، يعني كل ما زاد عمرك في سقف معين، يعني اكثر شيء احنا بندفعه هو على 65 سنه مبلغ 50,000 دولار بيطلع لك تعويض على اذا صار في حاله وفاه. نعم. هذا اقل شيء، واعلى شيء بهالبرنامج بيطلع لك على 150,000 وهذا التعويض اللي بيجي. وطبعا مثل ما قلنا يعني كله بيكون متفق عليه مسبقا قبل ما هالشخص يمضي البوليسة. هل الشخص لازم يعبي وثيقه استشفاء مع وثيقه صحيه قبل؟ هو دائما احنا بنشجع يقدم وثيقه صحيه، يعبي الابلكيشن الابلكيشن تبعيتنا. نعم. هي ودائما بنشدد على شيء انه يكون كثير صريح معنا لانه الصراحه هل في طبيب بيكشف؟ لا. نعم. غير عن الريجولر لايف انشورنس هذا ما في طبيب يكشف عليه، بس نحن بنثق فيك وبنقول لك عبي الطلب وقولي لنا كل شيء معك اياه. ونحن بنثق فيكم كمان عمر. بدي اشكر وجودك معنا على معلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها اكيد، وطبعا بنتابع بحلقات مقبله. ميرسي. ثانك يو لك. مشاهدينا نحن وقفه صغيره ومنتابع.
صحة والأمان أغلى نعمتين بتوفرن آي تي إن. عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العائلة. آي تي إن بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج: كلاسيك، إسانشل وجولد. تغطية واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية. مع آي تي إن صحتك بأمان. 03-546-44-44-70-546-44-44-44